اهلا بحضرتك ومنورانا يا استاذ عفه محمد عبد الوهاب. اهلا بيكي. اخبارك ايه؟ منورانا بالخط العريض. والله انتوا اللي ده نوركم. شكرا. اول حاجه، الخط العريض في حياه موسيقار الاجيال الدكتور محمد عبد الوهاب كان ايه؟ اهم حاجه كان عنده الالتزام والتواضع، حاجتين مهمين قوي في اخلاق والدي. التواضع والالتزام باي حاجه بالنسبه له، اي حاجه بالنسبه طبعا لفنه اولا، بالنسبه لعيلته ثانيا، فهو ده بالنسبه له كان حاجه اساسيه. لكن بدايه دكتور محمد عبد الوهاب اكيد حكى لكم تفاصيل حياته والبدايه، ايه اكتر حاجه كانت ملفته فيها وايه اللي لفت نظركم وهو بيحكي لكم؟ لا، الريسك الجامد واللي عمله عشان خاطر يوصل ما كانش قليل، يعني ان هو كيف كانت بدايات دكتور محمد عبد الوهاب؟ بدايته بالتالي معروفة من كل الناس، بس هي بدايته ان هو كان من عيلة يعني شيوخ كلهم وما عندهمش حاجة اسمها لا فن ولا مزيكا، وعمل كل اللي يقدر عليه عشان يوصل للفن اللي هو بيحبه. وقفوا ضده كتير قوي، عملوا له مشاكل كتير قوي، عايزينه يبقى زيهم قرآن وشيخ، ووالده كان بيقرا في جامع، فكل ده هو وقف قصادهم ووصل للي هو فيه بانه صمم انه. انا بما ان انا معايا بنت دكتور محمد عبد الوهاب، اكيد هو حكى ونقل البيت اللي نشا فيه، شكل البيت، لا، عمره ما حكى لنا حاجه زي دي، يعني اللي نشا فيه ما نعرفش. نعرف ان هو كانوا من الزقازيق من الشرقيه، ونقلوا على مصر، قعدوا في باب الشعريه، كان اتولد اظن في الزقازيق، وهو صغير راح قعدوا في المنطقه دي، وكان الجامع شعراني ده جنبهم. المفروض انهم هما يعني الشعراني حد من جدودهم، اللي هو الجامع اسمه عليه، حد من جدود العيله دي. وطبعا ما نعرفش البيت شكله ايه، ولا عمره وصفه لنا، بالتالي هو نفسه كان صغير قوي لما اتنقل بعد كده منه. لكن هي دي قصه حياته، انه لكن ما حكالكمش مين اللي ساعده في بداياته خالص، مين اللي شجعه ووقف جنبه، ومين اللي شاور له على موهبته بالاساس؟ هو احمد شوقي. ده اكتر واحد قبل احمد بس شوقي. قبل احمد شوقي لا، هو اللي حارب عشان يكون اشتغل مع منديرة المهديه، ومش عارفه ده عزوه الاول ما يبقاش يغني، يبقى يمثل، او يبقى يقف يعمل ما اعرفش اي حاجه، لغايه ما وصل نفسه انه سمع صوته للناس، فابتدوا يقولوا له غني، فابتدى يغني، فالناس من ضمن الناس كان احمد شوقي سمعه. وكان صغير قوي، فقال ازاي تطلعوا واحد في السن ده يغني على مسرح وبتاع، وكانت من هنا البدايه. لكن هو كان بيحكي لكم مثلا مين اقرب ليه، التمثيل ولا الغنى؟ لان هو كمان قدم اعمال كتير قوي. انا بيتهيألي لا، مش التمثيل اكيد الاقرب له، حتى التلحين. يعني التلحين بالنسبه له هو ملحن. ومطرب بس. هو كان بيعتز بانه ملحن اكتر. هو كان بيعتز بانه ملحن، حتى كان يقول لما يقولوا عليه موسيقار يقول انا مش موسيقار، انا موسيقي. كان يرفض كلمه او مصطلح موسيقار. يعني مش يرفضه، بس بيقول انا افضل لما يقولوا عبد الوهاب الموسيقي مش الموسيقار.